السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو، اذا ما كنت ما اشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم 10 اختصارات لهاتف سامسونج جدا خطيره وجدا رهيبه ويفيدك في حياتك اليوميه وبشكل احترافي. هذه الاختصارات مستحيل انت تعرفها من قبل، هذه الاختصارات موجود في هواتف سامسونج مستحيل انك اكتشفتها من قبل. في هذا الفيديو راح بستعرض لكم هذا 10 اختصارات في هاتف سامسونج. حتى ما اطول عليكم في الفيديو نروح للشرح. اوكي يا شباب، الاختصار الاول هو فتح لوحة تحكم بضغطة واحدة. الطريقة العادية انك لما تفتح لوحة تحكم تسحب بهذه الطريقة وتسحب مرة ثانية حتى يفتح لك جميع الادوات البلوتوث والواي فاي. الطريقة الجديدة الاختصار لفتح لوحة تحكم بضغطة واحد هو عن طريق الاصبعين بهذه الطريقة. لما تضغط على هذه الطريقة راح يفتح لك لوحة تحكم مباشرة بدون ضغط سحب مرتين. شوفوا، لاحظوا كيف فتح لك اللوحة تحكم، عكس لما تضغط تحرك بإصبعك راح ما بيفتح لك لوحة تحكم، أما لو بإصبعين راح يفتح لك لوحة تحكم مباشرة. هذا هو الاختصار رقم واحد لفتح لوحة تحكم بالضغطة واحدة. طبعا في شو يفيدك هذا الاختصار؟ يفيدك انه يوفر عليك الوقت التنقل على الشاشة، خاصة اذا تريد تشغل واي فاي بلوتوث ووضع الطيران وغيره. فنروح للميزة او اختصار الثاني. فهي اوكي يا شباب، الاختصار الثاني هو مسح الكتابة بسحب بإصبعين على الكيبورد. افرض انت في اي موقع تواصل اجتماعي تكتب مثلا اي شيء، اي مكان تكتب في الكيبورد تكتب بهذا الطريقة، اوكي، حتى تحذف مرة واحد هذا النص او هذا الكتابة اللي كتبته تسحب بهذا الطريقة او عكس بهذا الطريقة راح ينحذف، بهذا الطريقة راح يرجع. شوفوا، بهذه الطريقة راح ينحذف، بهذه الطريقة راح يرجع. شوفوا كيف بالسرعة بإصبعك اسحب بهذه الطريقة راح ينحذف وراح يرجع. وبس يا شباب، طبعا في شيء يفيدك هذا الاختصار هو انك يفيدك اختصار رائع لتصحيح الأخطاء او حذف النص بسرعة دون الحاجة للنقر مر ضغطتين واستخدام الحذف التقليدي. اوكي، نروح لل اختصار رقم 3. فيلا اوكي يا شباب، الاختصار رقم 3 هو تحريك المؤشر بضغط الزر عن طريق زر المسافة. لما اقول لك هذا تحريك المؤشر، مثلا روح لأي محادثة في أي مكان افتح الكيبورد مثلا اكتب بهذه الطريقة. الحين مثلا في خطأ في الوسط في مكان، الطريقة التقليدية انك تضغط هنا بهذه الطريقة راح تحدد المؤشر. في طريقة اسهل واكثر دقة انك تضغط على زر المسافة بهذه الطريقة وتسحب المكان اللي تريد اللي فيها خطأ. شوفوا، يعني تحدد المكان، مثلا هنا في خطأ مثلا مرحبا، اوكي، شوف بالضغط على زر المسافه تحدد المكان اللي تريد تعدل عليها، اوكي، شوفوا بهذا الطريق. هذا هو الاختصار رقم 3، تحريك المؤشر بالضغط على زر المسافه باستمرار وتحدد المكان الخطأ. طبعا في شيء يفيدك هذا الاختصار، يوفر يعني تحكم دقيق يتحدد مكان المؤشر دون لمس الشاشة، وهو مفيد لتعديل الكلمات والنصوص الطويلة وتصحيح بالسرعة والسهولة. هذا هو الاختصار رقم 3. فنروح للاختصار رقم 4. فهي اوكي يا شباب، اختصار الرابع هو وضع الصورة في المفضلة. أوكي، هذا الميزة جدا رهيب موجود في هواتف سامسونج، انك تفتح المعرض، بعد ما تفتح المعرض عندك فيديو، عندك صورة، شيء مهم، مثلا هذا الفيديو مهم بالنسبة لك، تضغط على الفيديو او الصورة بهذه الطريقة وتضغط على هذا القلب،
لما تضغط على هذا القلب خلاص انت حطيته في المفضلة. اوكي طبعا في شيء يفيدك يفيد انك تحط في الصورة المفضلة، يعني يتم نقل هذا الفيديو في ملفات المفضلة مما يسهل الرجوع اليها لاحقا دون الحاجة للبحث داخل مئات الصور والفيديوهات. كيف الحين حتى ترجع للصورة؟ بس تضغط على هذا الخيار وتضغط على المفضلة. ناس ما تشوفون أنا حطيت مجموعة كبيرة من الأشياء اللي مفضلة، ناس ما تشوفون أول ما الفيديو اللي حطيته مفضلة راح تظهر أول شيء. دائما يكون الأشياء المفضلة راح يكون بقلب بهذه الطريقة. بهذه الطريقة هذا هو الميزة رقم 4، وضع الصور والفيديوهات في المفضلة للرجوع إليه لاحقا بسرعة وسهولة. وبس نروح للميزة رقم 5. الميزة أو الاختصار رقم 5 هو أخذ لقطة شاشة لموقع إلكتروني مع الرابط. شوف والحين راح بوضح لكم أكثر. الحين مثلا أنت رحت إلى موقع، مثلا أي موقع، راح أدخل مثلا موقع كورة. أوكي لو لما تفتح الموقع في شيء مهم، هذا الموقع مهم بالنسبة لك، تريد تحفظه، تريد يكون عندك في الجهاز، بس تأخذ لقطة الشاشة بالطريقة التقليدية. أوكي بعد ما أخذت لقطة الشاشة مثل ما تشوفون، الحين تروح مثلا تفتح المعرض. أوكي تفتح الصورة بتحصل هذا، شوف لو تضغط عليه ضغطة راح بتحصل هنا انتقال إلى الموقع الويب. لما تضغط على انتقال الموقع ويب الصورة، من الصورة ضغط على الانتقال للموقع الويب راح يفتح لك الموقع مباشرة. يعني شوفوا هاي الصورة، بتشوفوا راح أغلق الكروم أصلا، أفتح المعرض. أوكي شوفوا هذه الصورة، لقطة الشاشة، شوفوا لقطة الشاشة من الموقع، ولكن في رابط في الصورة مدمج داخله رابط. الناس بيشوفوا انتقال إلى الموقع الويب، لما أضغط عليها مباشرة راح يفتح لي الموقع بالصورة لقطة الشاشة. طبعا في شيء يفيدك هذا الاختصار، يفيدك خاصة مثالية لحفظ محتوى مقالة أو دليل من الإنترنت من الرابط لتتمكن من العودة إليه لاحقا ومشاركته مباشرة. جدا ممتاز. وبس يا شباب هذا هو الاختصار رقم 5، نروح للاختصار السادس. فيلا أوكي يا شباب، الاختصار رقم 6 هو اختصار تغيير أو إضافة تطبيق في شاشة القفل. لما أقول لك شاشة القفل يعني شاشة القفل، لما تقفل الشاشة في هني لاحظوا تطبيقين، تقدر تغير هذا التطبيقين بما يناسبك. أوكي كيف تغير هذا التطبيقين؟ راح تضغط على التطبيق، ناس ما تشوفه، بعد ما تفتح القفل تضغط على التطبيق ضغطة اوكي بهذه الطريقه. اول شيء اضغط على الشاشه ضغطه مطوله. اوكي الحين اضغط على التطبيق. اوكي بعد ما تضغط على التطبيق اختار اي تطبيق، كل التطبيقات موجوده، مثلا انا اخترت فلاش، ايضا التطبيق اللي موجود على اليمين تضغط عليها، مثلا تختار تطبيق يناسبك، كاميرا، فلاش، ألعاب، أي شيء. طبعا في شيء يفيدك، ناس من شفون التطبيق بعد ما تحدد تضغط على التم. في شيء يفيدك هذا الاختصار؟ يفيدك يمنحك هذا الاختصار وصولا سريعا للكاميرا أو المصباح أو تطبيق الملاحظات أو أي تطبيق مباشرة لتوثيق شيء بسرعة دون ضياع الوقت، وهو مثالي لاستخدام اليومي للحالات الطارئة بدون ما تفتح التطبيق الشاشة. قفل الشاشة بإمكانك أنك بس تضغط عليها مباشرة راح يفتح بهذه الطريقة، راح يفتح الشاشة بهذه الطريقة، راح يغلق. شوفوا اسحب بهذه الطريقة راح يفتح الفلاش بهذه الطريقة، الناس نشوفون راح يقفل الفلاش. وبس يا شباب يعني نروح للاختصار رقم 7. فيلا أوكي يا شباب، الاختصار رقم 7 هو اختصار تقسيم الشاشة في هواتف سامسونج. الحين مثلا افتح تطبيق، فتحت تطبيق واتساب. أوكي الحين مثلا افتح تطبيق انستغرام، الحين أريد أقسم الشاشة، بس أضغط على هذا الخيار فتح التطبيقات المفتوحة، والحين أضغط على أيقونة التطبيق وراح أختار فتح في أرض تقسيم الشاشة.
لما أضغط عليها مباشرة راح يفتح لك ينقسم الشاشة وتختار مثلا التطبيق الثاني واتساب. بهذه الطريقة عندي واتساب وعندي إنستغرام، تقدر تتصفح إنستغرام وواتساب في آن واحد. فائدتها اختصار تقسيم الشاشة، يطيح لك استخدام تطبيقين في وقت واحد وعلى نفس الشاشة، وهي مثالية للتنقل بين التطبيقات دون الحاجة للتبديل بينها. وبس يا شباب، ناس ما تشوفون تطبيقات في آن واحد، بهذا الطريقة راح تغلق التطبيقين. ناس ما تشوفون، هذا هو الاختصار رقم 7. نروح للاختصار رقم 8. فيلا أوكي يا شباب، الاختصار رقم 8 هو وضع صورة في صورة. لما أقول لك وضع في صورة في صورة، شوفوا امشي معي. شوف، لما تفتح تطبيق يوتيوب مثلا، لما تفتح أي فيديو في سامسونج، الحين تضغط على هذا زر الرجوع راح يكون الفيديو قائم في الشاشة، صورة داخل صورة. تشوف الفيديو، شوف لاحظوا، تشوف الفيديو وتنتقل بين التطبيقات، تفتح التطبيقات، تدردش، تفتح فيسبوك، واتساب. طبعا في شو يفيدك هذا الاختصار؟ يفيدك انك اختصار وضع الصورة في صورة، يتيح لك مشاهدة الفيديوهات اثناء التفاعل مع التطبيقات الاخرى، وهي مثالية مشاهدة فيديو يوتيوب اثناء تصفح الانترنت والرد على الرسالة وغيره. نروح للاختصار رقم 9. فيلا أوكي يا شباب، الاختصار رقم 9 هو اختصار تفعيل خاصية لقطة الشاشة الطويلة. افرض انت تريد تاخذ لقطة الشاشة لمحادثة طويلة، او في اعدادات هذا الصورة كاملة لهذا الشاشة. أوكي، كيف الطريقة؟ جدا سهل، راح تضغط على زر لقطة الشاشة بالطريقة التقليدية. الحين بتحصل هذا السهم، اضغط عليها راح يطوي، اضغط عليها مرة ثانية حتى تاخذ لقطة شاشة للشاشة كاملة بهذا الطريق. خلاص تم التقاط لقطة الشاشة كاملة. الحين لو تفتح الصورة مباشرة، شوفوا لاحظوا، يعني اخذ لقطة الشاشة كاملة وفي صورة واحدة. يعني جدا مهم. في شيء يفيدك؟ يفيدك خاصة إذا تريد تأخذ لقطة للمحادثة في واتساب، فيسبوك، أو تأخذ لقطة لموقع كاملة، مقال كامل في صورة واحدة. جدا هذا الطريقة ينفعك. بس يا شباب، هذا هو الاختصار رقم 9. فنروح للاختصار رقم 10 والأخير. فيلا أوكي يا شباب، اختصار رقم 10 هو إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة دفعة واحدة. كيف؟ الحين مثلا عندي مجموعة كبيرة من التطبيقات مفتوحة، أريد أغلقها دفعة واحدة، بس أفتح أضغط على هذا الزر حتى يفتح لي التطبيقات المفتوحة، والحين أضغط على إغلاق الكل. بهذه الطريقة تم إغلاق كل التطبيقات دفعة واحدة. طبعا ادخل يا شباب، ادخل على قناتي نوح فريستايل، هناك في فيديو أقوى اختصارات ومميزات كيبورد في هاتف سامسونج. روح شوف هذاك الفيديو، أو بحط لك الرابط في الديسكريبشن. وبس يا شباب، هذا هو اختصارات مهمة لهاتف سامسونج، خطيرة، أنصح الكل يجرب. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترف في القناة اشترف في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.